جزاكم الله خيرا. هذا يسأل ويقول: هل يجوز تحديد النسل بطفلين مدى الحياة بين الزوجين؟ لا يجوز تحديد النسل، والنسل مطلوب مرغب فيه، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحديد النسل لا يجوز. ربما أن هذا الذي اقتصرت عليه يموت لا تدري، تبقى بدون ولد أو بدون أولاد. وأما إذا احتيج إلى منع الحمل، إذا احتيج إلى منع الحمل من ناحية الصحة، يكون المرأة عليها خطر في صحتها، إذا قرر الأطباء أنها إذا حملت يخشى عليها من الموت أو يخشى عليها من الضرر البالغ، لا بأس أن يتخذ من العلاج ما يوقف الحمل. نعم.